احنا امام الناس ما في حاجة الصدمة لك. احنا حاجة الصدمة للدولة. وما نقطع درب. وما نقطع درب. ولا نخالف قانون. ولا نخالف قانون ولا نسمح للغربان السود اللي كانت تعود. ما نقبل. ما نقبل. ونرددهم بالصندوق مال الانتخابات، نرددهم مين ما جو، والغربة اللي يريد يعتدون على محافظاتنا أيضا نرددهم مين ما جو. طلقة لا تضربون، ما نحتاج، ما نخالف قانون. سمعت انه شباب قبل يومين محتفلين ومعبرين عن رأيهم، سامعين خبر، وهاي عادات وتقاليد ناس تستخدمها بالفرح وبالحزن. احنا ما نريد نسمع صوت طق، نريد نسمع صوت بناء، نريد نسمع صوت يرفع عن الناس همها. كافي طق، مليانة من طق. فطلبي من ولدنا وأهلنا وأخوتنا أنه نلتزم بالقانون ونكون مثال للجميع. الانتخابات هي المفصل. إذا تعزوني وتريدون خاطر وتقولوا لي ما قصرت، أريدكم زلموا نسوان وصندوق الذراع بالأنبار وببغداد وبديالة وبنينوى وبكركوك صلاح الدين والبصرة وشمال بابل وأيضا في واسط. زلموا نسوان تروحوا للانتخابات تقولون احنا بالنسبة لنا ما حد يلوي إرادتنا. وتأكدوا سنكون حريصين على المسؤولية كعادتنا. أعتبر نفسي أب وأعتبر نفسي مسؤول، والأب يحرص على أمن أهله وأمن أبنائه، ويحرص على رزقهم وما يقبل شيء يضرهم وما يقبل شيء يأذيهم. ويوم اللي جبت لها يقول بيا ولا بيهم، أنا أقول لكم بيا ولا بيكم. كفو كفو. ما أقبل هل ينضفون. إن شاء الله دائما رأسكم مرفوع، وإن شاء الله دائما في أمن وأمان واستقرار وإعمار وازدهار، و لنا جولات وصولات والحق لأهل ويجيبوه بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.